نوصل معاكم دلوقتي لفقره الفيك نيوز اللي دايما بنقول لكم فيها الاخبار اللي بتنتشر على السوشيال ميديا وحقيقتها لو كانت حقيقيه طبعا او بننفيها لو كانت غير صحيحه. انتشر بقى خبر في وسائل التواصل الاجتماعي ان احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق توفى بسبب حادث سير، لكن الحقيقه ان دكتور احمد فوزي سليم وبخير، وكتب كمان على حسابه الرسمي على تويتر: الحمد لله والشكر لله انا حي ولا زال اتنفس وما عملتش حادثه ولا اي حاجه بفضل الله، عافانا الله واياكم من شر هؤلاء الناس، الشكر موصول لكل من اطمأن عليا، ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا. كمان انتشر خبر من فترة عن أزمة عبد الرازق حمد الله مهاجم منتخب المغرب، وكمان طلعت إشاعات كتير جدا وقت ما رحل اللاعب عن معسكر المغرب قبل كأس الأمم الأفريقية. خرج بقى أخيرا الفرنسي هيرفي رينار المدير الفني السابق لمنتخب المغرب وحكى تفاصيل وكواليس أزمة حمد الله، وقال كمان رينار إن مهاجم النصر السعودي ساب معسكر الفريق بسبب خلافات مع زمايله جوه المنتخب وابرزهم كان فيصل فجر، وقال مدرب المغرب كمان ان هو عارف ان حمد الله لعب قبل كده مع نفس المجموعه دي من اللعيبه لكن ما كانش لسه هو مسك المنتخب هيرفي رينار، يعني واضح ان حصل ازمه قديمه بينه وبين بعض اللعيبه. وقال كمان رينار ان هو لما ضم حمد الله ما كانش عارف خالص ان في رواسب قديمه، وده اللي واضح ان هي كانت اتجددت مره ثانيه وقرر اللاعب ان هو يرحل من المعسكر. وقال كمان رينار ان هو حتى ما عرفش يتدخل في الموضوع لان اللاعب اخذ قراره وساب المعسكر، وده كان بسبب توتر جوه المعسكر.